إشراف رفيق الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية. تم اليوم عقد اللقاء التنظيمي الجهوي لجهة رباط سلة القنيطرة، وكيندرج هذا اللقاء في إطار مجموعة من اللقاءات التواصلية التي عقدها الحزب أو قيادة الحزب بمجموعة من الجهات، هدفها هو التواصل الدائم والفعال مع الهياكل الحزبية. والنقطة الثانية والتي كانت محور هذا اللقاء ومن ضمن جدول أعماله، ألا وهي تقوية الآلة الحزبية، يعني وضع خريطة تنظيمية لمجموعة من الأقاليم التي تعرف فتورا في التنظيم. طبعا سيلي هذا اللقاء مجموعة من اللقاءات التواصلية مع الفروع الإقليمية في غضون التهيئ والتحضير للمجالس الإقليمية التي ستنعقد في أواخر شهر أبريل، تفعيلا وتنزيلا لمضامين الوثيقة السياسية للمؤتمر الوطني العاشر للحزب، وكذلك مقررات اللجنة المركزية الأخيرة، وكذلك مقررات أو قرارات اجتماعات المكتب السياسي.